بسم الله الرحمن الرحيم. ولأن رمضان 30 يوم مع بعض، هنعرف 30 سبب لسعادتنا وتغيير حالنا للأفضل في كل يوم. والنهاردة وفي اليوم 17 هنعرف سر قوتك. إيه هو سر القوة؟ إمتى المحنة تتحول لمنحة؟ أكيد لازم كلنا يكون عندنا اعتقاد إن بعد العسر لازم هيأتي اليسر. كلنا عارفين ان الانسان بيحصل له ابتلاءات، بس الابتلاء مش بس بيكون في الشر، ممكن الخير يبقى ابتلاء. ازاي؟ ان ربنا سبحانه وتعالى ينعم عليك بنعم كثيره جدا، لكن هل انت هتأدي شكرها؟ طب النعم مش مال وبس، النعمه ممكن تكون صحه، ممكن تكون علم، ممكن تكون اولاد، ممكن تكون عيشه مستريحه بين اسره كريمه او زوج طيب. ربنا سبحانه وتعالى انعم علينا بنعم كثيره جدا. ربنا قال لنا في الجزء 17 كل نفس ذائقه الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنه. سيدنا سليمان عليه السلام ربنا اعطاه مال ونعم وخير كثيره جدا، لدرجه انه كان بيسمع صوت الحشرات والكائنات. لما عدى على وادي والنمله كانت بتتكلم وبتحذر اخواتها النمل وبتقول ادخلوا مساكنكم، ده سيدنا سليمان ممكن يحطمكم هو والجيش بتاعه، ايه كان موقفه؟ فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي. هو ده شكر ربنا سبحانه وتعالى. ونركز، اذا كان في ابتلاء بالشر اصبر واحتسب، واذا كان في ابتلاء بالخير أتصدق من الخير وأشكر ربنا سبحانه وتعالى عليا. وكمان لا تنسيني النعمة عن المنعم. وإحنا في شهر الخير لازم كل واحد فينا يحاسب نفسه ويعدل من حساباته عشان يغتنم من هذه الأيام العظيمة.